لاعبينه انهم يشاركون في الفئه الاعلى، وهذا هدف كل مؤسسه رياضيه في العالم، ان انا اصعد اللاعب المميز حق الفئه الاعلى اذا كان عنده الامكانيات البدنيه، عنده الامكانيات المهاريه، امكانياته الذهنيه يقدر يلعب مع المجموعه الاعلى، انا اعطيه فرصه. طبعا هني نشوف ناصر اليزيد اليوم ما كان موجود مع الفريق، اعتقد اليوم راح نشوف في التتويج كل اللاعبين اللي شاركوا خلال هذا الموسم. راح ارجع لك كابتن. لكم مشاهدينا الكرام نترككم الان مع لحظات التتويج بصوت زميلي العزيز نور الدين ايات علي، واكيد ان رجع ان شاء الله تعقيب من كباتن الاعزاء. تفضل نور الدين. شكرا لك زميلي ابراهيم الكواري ولضيفيك الكريمين في الاستوديو التحليلي. عودة مجددا الى ارضية استاد بن عبد الله واستاد عبد الله بن خليفة، الملعب الذي توج فيه قبل ايامنا الان نادي التحيل رسميا بدرع دوري نجوم قطر كيو ان بي بعد الصدارة للدوري ب60 نقطة من 19 انتصارا وثلاث تعادلات وبدون هزيمة. اليوم يعود الفريق الردي في دوري قطر غاز ليج تحت 23 سنة بقيادة جزائرية، أيضا بقيادة المدرب والدول السابق مجيد بوغرة، يقود نادي التحيل للتتويج باللقب في مسار وباركور ومشوار كان مميز منذ بداية الدوري. التحيل لم يتخلى على اللقب منذ بداية الدوري، التحيل حقق نتائج إيجابية واستحق أمانة التتويج بدوري قطر غاز ليج، الذي يذكر بأن هذا الموسم هو الموسم الأول. في هذه اللحظات تكريم حكام المباراة خميس المري زاي الشمري وطالب سالم محمد العبيدلي، بالإضافة إلى الحكم الفيديو عبد الرحمن الجاسم الحكم الذي قلت بأنه سيكون حاضر في المونديال إلى جانب طالب سالم. أكيد أجواء جميلة ستبقى محفورة في أذهان كل فعاليات نادي التحيل التتويج بهذا اللقب الثمين والغالي والنفيس. قبل ذلك تابعنا ما بين شوطي الجولة الأولى والثانية تتويج نادي التحيل لفئة تحت 15 سنة وفئة تحت 14 سنة، وبالتالي التحيل يظهر على أنه مستعد في هذا الموسم لتقديم كل ما لديه من أجل طبعا أن يشرف هذا النادي. وحتى اللحظة هو كذلك، حتى اللحظة يسيطر على جميع الفئات السنية بعد تتويجه في دور النجوم. الآن يأتي الدور على فئة دوري قطر غاز ليج تحت 23 سنة. طبعا اليوم هو يوم الفرحة، اليوم هو يوم البهجة، اليوم هو يوم تسليم الجوائز. هنا أمامنا مجموعة من لاعبي نادي الغرافة يحصلون على الجوائز في اللقطة الماضية، ربما هو الفريق الشباب لنادي الغرافة الذي يحصل على الجوائز، هو الآخر من مجموعة من الشخصيات البارزة والشخصيات المهمة في عالم كرة القدم القطرية. يتقدمهم هاني طالب بلان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد القطري لكرة القدم والرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر، إلى جانب حمد المناعي المستشار الأول بالاتحاد القطري لكرة القدم. الغرافة يتسلم الجوائز في هذه اللحظات في انتظار طبعا الفرحة الأولى لنادي التحيل الذي كما قلت يعني قدم مسار مميز، مسار أكثر من رائع، وهو من امتلك خط هجوم ضارب ب 71 هدفا وبخط دفاعي والأقوى لم يستقبل سوى 21 هدفا منذ أن تم قص شريط الدوري، والتحيل يتواجد على مستوى الصدارة. كان في وقت من الأوقات يصارع نادي العربي، أو بالأحرى العربي هو من يصارع نادي التحيل، ولكن السرعة النهائية وأيضا التخطيط الجيد لإدارة نادي التحيل وذكاء وصرامة
المدرب الجزائري المدرب مجيد بوغرة حالة دون لحق نادي العربي بالوصف. الآن عاد حيل أكيد في اللقطة ستبقى في الأذهان لقطة تاريخية لكل من يعشق هذا النادي وهذا العربي. العربي الوصيف يسلم هو الآخر الجوائز، العربي صاحب المركز الثاني في هذه اللحظات. قبل ذلك نادي الغرافة كان توج وهو من احتل المركز الثالث الدوري، والآن ثاني الدوري صاحب الوصافة نادي العربي بثمانية 48 نقطة. النادي الذي حقق الانتصار في 14 مناسبة، تعادل في 3 مباريات وخسر 4 رهانات. الآن العربي يكتفي بالوصافة ولاعبو طبعا يتلقون التهاني وأيضا بعض النصب التذكارية وبعض الجوائز الفخرية لهذا النادي الذي صارع نادي التحيل على مدار الجولات الماضية. لكن كما ذكرت سالفا السرعة النهائية كانت حاسمة وحسمت اللقب لأبناء المدرب الجزائري مجيد بوكر. ما شاء الله التدريب الجزائري حاضر، جمال بالماضي مع نادي التحيل في دور النجوم، ومجيد بوغرة مع نادي التحيل في دور الرديف أو دوري قطر غاز ليج تحت 23 سنة. لاعب نادي العربي إلى جانب مدربهم التونسي. الآن الكل يتلقى النصب التذكارية وبعض الهدايا الفخرية الرمزية طبعا تقديرا وتثمينا لكل مجهوداتهم في الدوري على مدار 22 جولة. الدوري الذي كان مثيرا، كان ممتعا، كان مشوقا، تابعنا فيه أهداف كثيرة، تابعنا فيه مباريات جميلة، تابعنا فيه أيضا مجموعة من الإحصائيات الأكثر من مميزة. والأهم من ذلك وأن هذا الدوري يعتبر قاطرة اللاعبين نحو دوري نجوم قطر، الإحصائيات تقول بأنه هنالك مجموعة من اللاعبين تم الاعتماد عليهم من خلال هذا الدوري وصولا إلى دوري النجوم. الدحيل ب 12 لاعبا، السد ب 11 لاعبا، يتقدمهم سالم الهاجري ب 1355 دقيقة رفقة الفريق الأول. المعز علي لاعب الدحيل كان حاضر هنا، والآخر على مستوى دوري قطر غاز ليج وخاض 1187 دقيقة رفقة الفريق الأول. دون أن ننسى بأنه اللاعب يزن حسن مهاجم نادي الأهلي هو صاحب الركور الأفضل وصاحب الحضور الأول رفقة العميد الأهلاوي على مستوى دوري النجوم من خلال 2012 دقيقة قضاها إلى جانب جاسم شنين مهاجم نادي قطر ب 975 دقيقة. الآن جاء الدور على نادي التحيل على البطل طبعا تحت تصفيقات الجميع، البطل الذي يحقق اللقب ب 52 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوصيف العربي، وبفارق تقريبا 14 نقطة عن صاحب المركز الثالث نادي الغرافة. وبالتالي أن يألي كل فعاليات نادي التحيل التتويج باللقب الغالي والنفيس في أولى مواسمها، الموسم الذي ربما يعتبر هو الأفضل لنادي التحيل منذ سنوات مضت. التحيل أكيد بعد اندماج ناديي الأخوية والجيش يظهر بوجه قوي ليس فقط محليا وأيضا آسيويا على مستوى الفريق الأول، الذي أذكر بأنه وصل إلى مرحلة القادمة إلى مرحلة الثمن النهائي من خلال دوري أبطال آسيا
وهو من تصدر مجموعته الثانية ب15 نقطة، وينتظر النزال الأخير، النزال الذي سيواجه فيه نادي الوحدة، وبالتالي ثمار هذا الدوري يجنيها الفريق الأول لنادي الطحيل. والدليل كما قلت تم إشراك 12 لاعبا من هذه الفئة مع الفريق الأول، ولعل أبرزهم اللاعب المعز علي نجم العنابي، أيضا كان حاضر مع العنابي ونجم نادي الطحيل وأحد نجوم المستقبل، النجوم المعول عليها بشكل كبير وكبير جدا من أجل أن تقول كلمتها في المستقبل القريب بحول الله، سواء على مستوى البطولات الآسيوية أو حتى على مستوى دوري نجوم قطر، وأيضا مع المنتخب العنابي. وهذه هي غاية هذه الدوري وهذه الدوري وهذه الفئة التي يرجى من خلالها أن تكون البوابة الأولى نحو دوري نجوم قطر، وأيضا نحو سواء المنتخب العنابي الأولمبي وأيضا المنتخب العنابي الأول. صورة الآن وأكيد أجواء ستبقى في التاريخ لكل من يعشق هذا الكيان، لكل من يعشق نادي الطحيل. أجواء جميلة، أجواء رائعة في ملعب نادي الطحيل، الملعب الرسمي للاحتفالات، راعي الاحتفالات، راعي البسمات، راعي البهجة، راعي الفرحة. هذا الملعب الذي توج من خلاله نادي الشحانية قبل أيام من الآن ببطولة الدرجة الثانية، وتوج من خلاله نادي الطحيل الفريق الأول بدوري نجوم قطر. الآن يعود من جديد ويستقبل مباراة السد والطحيل، ويستقبل أيضا اللحظات الاحتفالية لعناصر نادي الطحيل بلقب دوري أو لقب دوري قطر غاز ليج في أولى مواسمه. مبروك لكل فعاليات النادي الطحيل، للطاقم الفني، الطاقم الإداري، الطاقم التسييري، للاعبين، لكل طبعا من يسهر على التقديم هذا النادي بوجه مشرف. وأكيد التبريك الأولى لهذا المدرب مجيد بوغرة، المدرب الجزائري واللاعب الدولي السابق الذي صنع أمجادا كلاعب هنالك في إنجلترا، في فرنسا، في اسكتلندا، ومع الخضر في كؤوس العالم يعود من جديد ويصنع المجد هذه المرة على مستوى دوري قطر غاز ليج. هي أول تجربة ناجحة ناجعة 100%، وبالتالي هنيئا لمجيد بوغرة ولكل لاعبي نادي الطحيل. الفرحة بادية واضحة ظاهرة على محيا كل اللاعبين، على محيا كل من يشكل هذا الطاقم الفني والإداري لنادي الطحيل، في انتظار طبعا تسليم اللقب، تسليم درع اللقب في هذه اللحظات لنادي الطحيل في أجواء جميلة هنا على أرضية استاد عبد الله بن خليفة. الدرع الآن يأتي في انتظار رفع اللقب، واللحظة الغالية، اللحظة التي ينتظرها الجميع، اللحظة التي يدخل من خلالها هذا الجيل إلى التاريخ من خلال التتويج بأولى مواسم دوري قطر غاز ليج تحت 23 سنة. نعم شامبيوني، مبروك لكل فعاليات نادي الطحيل، الحصول على اللقب المستحق عن جدارة واستحقاق. نعم الطحيل يتوج بطلا لدوري قطر غاز ليج تحت 23 سنة، موسم 2017-2018. هاني طالب بلان يسلم الدرع، ويسلم الفرحة، ويسلم البهجة أيضا لكل اللاعبين. سعادة مستحقة، فرحة مستحقة لكل اللاعبين، لمجيد بوغرة الذي يبدو صارما أيضا على مستوى خشبة الاحتفال، وهو أكيد سعيد من الداخل بهذا الإنجاز. شعار لأخويا حاضر في اللقطة الماضية، الطحيل بطلا للموسم الأول، مبروك لكل اللاعبين. سالمين الرميحي، فهد البياتي، ياسين الفريد، أحمد المغيصيب، أحمد إبراهيم، صالح الكعاني،
عبد الله فردي، محمد ضيف الله، نور الرحمن، خالد شراب، شياب الليتي، خالد العماش، مشاري الدوسري، محمد النعيمي، احمد رشوان، رابح بوسافي، وللغائبين ايضا عادل بدر، صالح اللابي، ناصر اليزيدي، حازم شحاتة، عبد الرحمن مصطفى، عبد الله عبد السلام، لكل من يشكل طبعا هذا الكيان من إدارة فنية وتقنية. مبروك للتحيل. أتمنى مشاهدينا الكرام أن تكونوا قد استمتعتم معنا في المباراة وأيضا في هذه الأجواء الاحتفالية بنادي التحيل. أنتقل الآن بالصوت والصورة للزميل إبراهيم الكواري. إبراهيم مجيد بوقرة يرفع فوق الأيادي في صورة جميلة جدا، صورة تذكارية، صورة رائعة ستبقى مرسخة في الأذهان لكل من يعشق هذا الكيان. زميلي إبراهيم شاركنا هذه الفرحة، إليك. سعيد مشاهدي الكرام، فعلا نرجع ونقول ألف 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 مبروك. صورة ولا أروع من إداريين ولعيبا للعيبة نادي الدحيل بتتويجهم لهذه البطولة. قطر غاز تحت 23 سنة، نتكلم عن النسخة الأولى من هذه المسابقة، راح يسجلها أكيد التاريخ وراح يتذكر أسماء اللعيبة اللي شاركوا أو مثلوا هذا الفريق. طبعا نقول لهم ألف مبروك، مبروك للعيبة، مبروك للجهاز الإداري، مبروك للجهاز الفني، مبروك للأهالي اللي أكيد كانوا سبب في وصول عيالهم لمنصات تتويج. أبو حمد ألف مبروك، فعلا فريق يستاهل، فريق جول وفعل. الله يبارك فيك. طبعا بارك حق كل من ينتمي حق هذا الصرح الكبير صراحة. مبروكين، هذا فريق المستقبل، هذا الفريق اللي قاعد النادي يخطط له للمستقبل. الاستمرار في حصد البطولات يحتاج لعمل متواصل اعتقد ومرسوم. اعتقد نادي الحيل من غير ذكر اسماء إدارة وجهاز فني خلف النجاحات الكبيرة لكل الفئات، لابد من العمل والتعب يتوج تتويج يليق باسم هذا النادي الحيل. فعلا طبعا مشاهدين الكرام، نادي دحيل بطل لهذه المسابقة. نادي دحيل أتذكر أنه في أول 9 مباريات لم يسجل عليها